حفظ الوثائق التاريخية وإعادة ترميمها من أهم المصالح التي توجد على مستوى المكتبة الوطنية، والتي تختص في الحفظ والتجليد من قبل خبراء ومختصين في المعالجة والصيانة. وثائق ثمينة تعد من التراث الوطني وتحمل رصيداً مهماً تحافظ عليه المكتبة منذ سنوات. كل الوثائق الموجودة على مستوى المكتبة الوطنية هي وثائق كلها مهمة. هكذا دونك عندنا مصلحة المخطوطات والكتب النادرة، عندنا الرصيد المغاربي اللي فيه كما قال واحد نفائس، عندنا كذلك كما قال لي بيريوديك، دونك عندنا لي فوتو ا بي اس، عندنا دي فوتو ا بي اس، هكذا عندنا دي ليتوغرافي. مراحل مهمة تمر بها الوثائق الموجودة على مستوى المكتبة من أجل الترميم، بالإضافة لشروط مناخية يجب مراعاتها لحماية هذا الموروث. هناك تحاليل ميكروبيولوجية نقوم بها على مستوى الوثائق الموجودة في المخازن، أو كل وثيقة تصل إلى مصلحة التجليد، مصلحة الحفظ والتجليد للترميم تمر اوبليغاتوارمون على هذه المراحل، اللي هي في دونك في الاول نقوم باخذ عينات على مستوى هذه الوثائق لكي صادير سي جوست بور ساسوري اذا كان هذه الوثيقه الي كونتاميني بار لي شامبينيون ولا لا. هكذا نقوم بمعاينه الشروط المناخيه الموجوده على مستوى مخازن المكتبه الوطنيه، الشروط المناخيه اللي تتمثل في درجه الحراره والرطوبه. عملية ترميم الحفظ وتجليد هذه المعلومات تحتاج لأجهزة خاصة تساعد المختصين سواء عن طريق الترميم الآلي أو اليدوي. دونك حنايا عندنا أجهزة عالية كما قال لا أوت تكنولوجي اللي تتمثل في ان كابتور تيرمو ايغرومتر اللي هو هذا، دونك اللي يعمل افيك ان لوجيسيال، حنايا اون لو بروغرام اون لو مي دون لي ماغازان باش نتبعوا لا فارياسيون دي فاكتور كليماتيك، سيتادير ولا انايا دونك انا جو لو بروغرام على مستوى مخزن معين، نشوف وشنو هي الدراسه تاعي، دونك على مستوى المخزن نحطو جو لو بروغرام، حبيت نشوف لا فارياسيون في لا جورني، حبيت نشوف لا فارياسيون في لا سومين، في لو موا، نبروغراميه كيما نحب. الترميم والحفاظ على هذه الوثائق ليس النشاط الوحيد الذي تعمل عليه المكتبة، وبالأخص مصلحة الحفظ، بل تساهم في تأطير طلبة جامعيين من مختلف الأطوار، تفتح أمامهم فرصة المحاولة والتجربة في تخصصهم.